أهلا بكم. أصبح مجلس محافظة بغداد الجديد نقطة الحسم بقضية انتخاب رئيس البرلمان، حيث سيكون التفاوض حول منصب السلطة التشريعية مرهونا بالتوافق الذي سيحصل في الحكومة المحلية للعاصمة عبر خيارات محدودة، أولها إرضاء حزب تقدم ببغداد مقابل تنازله عن رئاسة البرلمان وذهاب الأخير للإطار التنسيقي، أو إنهاء وجود تقدم بالكامل عبر عدم منحه أي منصب محلي أو تشريعي، والخيار الأخير سيؤدي لإرباك السلم الأهلي. الحلبوسي يعتبر رئيس البرلمان الوحيد الذي تمكن من الفوز بالمنصب لأكثر من دورة خلافا للرؤساء السابقين، لكن الآن وفي حال فكر الإطار التنسيقي بإيصال رئيس برلمان قوي للمنصب فأنه يهدف لقص أجنحة الحلبوسي. ما سيفعله الإطار في مجالس المحافظات بعد تشكيل كتلة موحدة ستكون مناورة غير مستبعدة لتطويق الحلبوسي، لكن ستكون لها تداعيات كبيرة على كافة الصعد. الخيار الآخر المطروح هو أن يذهب الإطار لإرضاء الحلبوسي بمنصب في حكومة بغداد المحلية مثل رئيس المجلس أو المحافظ، مقابل أن يكون منصب رئيس البرلمان لكتلة سنية حليفة للإطار.